سنتين كده ولا حاجة. أنا صوتي حلو يعني، نعم يعني أنا صوتي فيه شيء من الحلاوة يعني. ممكن هكذا حضرتك ترى نفسك، كده ولا حاجة، ولا مفيش وقت؟ ومن يشهد للعروس إلا أمها زي ما بقول. لو بقول ممكن تقول لي رأيك أنت. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين عفوا قالوا اتخذ الله ولدا. عفوا، عندك النون يعني تعطيها أكثر من حقها في 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 الغنى. كم مرة هي؟ طويلة، أنت طويلة شوي. أحسنت صوتك، يعني إن شاء الله تجتهد يكون أحسن من هذا بإذن الله إن شاء الله. السلام عليكم. إن شاء الله طيب، الحمد لله كنت تجتهد. أنصحك بعالم من علماء القراءات. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله خير إن شاء الله. الحمد لله، اتصلت بك لتدعو لنا إن شاء الله معك يا شيخ. الله يبارك فيك وسلمك. أحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. جزاك الله يا شيخ. وإياكم. أبشر يا صاحبي، هناك تهاني لك على حلاوة صوتك. بارك الله فيكم. أخي سؤالي يا عبد الرحمن. السلام عليكم.